أثاث المنزل المستقبلي سيكون معلقاً في السقف. تعتقد شركة بامبل بي سبيسز، وهي شركة تصميم في سان فرانسيسكو، أن الحل للشقق الصغيرة في المدن المزدحمة هو الأثاث المتحرك الذي يهبط من السقف عند الطلب. الشركة قامت بتصميم مستقبلي لاستديوهات سكنية تحوي الأسرة ومساحات العمل والخزائن الجانبية التي تقوم بالارتفاع والهبوط من السقف عند الطلب، وقد تم تثبيتها بالفعل في 5 شقق في ذا سمايل، وهو مجمع سكني في حي إيست هارلم في مدينة نيويورك. فمن خلال تخزين الأثاث أثناء النهار يمكن للأشخاص توفير مساحة ثمينة لأنشطة مثل اليوغا والألعاب والتسلية مع الأصدقاء، ولكنه نظام عالي السعر جدا. يقول سانكرشان مورثي الرئيس التنفيذي ومؤسس بامبل بي: أنت لا تدفع مقابل غرفتين أو 3 غرف لا تستخدمها طوال الوقت، لكنك تحصل على الغرفة وقت ما تشاء. يكلف ريزيدنس 405، وهو استوديو مساحته 470 قدما مربعا، إيجارا ضخما. لكن ذا سمايل توضح: عندما تدخل منطقة المعيشة الرئيسية في الاستوديو قد تسأل نفسك أين السرير، لكن كل ما عليك فعله هو البحث، وبنقرة واحدة من التطبيق أو بأمر صوتي يهبط السرير من السقف بهدوء، فالأثاث يتم توجيهه من قبل صاحب المنزل بواسطة أمر صوتي أو من خلال تطبيق مصاحب، ويمكنه أيضا برمجة إعدادات التطبيق مسبقا بحيث ينزل الأثاث تلقائيا في وقت معين. كذلك توقف المستشعرات تلقائيا نزول أي أثاث إذا شعرت بحركة من أي شخص يسير تحتها، كما أنها تعرف متى يكون شخص ما في السرير، وبالتالي لا يصعد السرير إلى السقف. ميزة أخرى رائعة هي الكاميرا ذات الهيكل المعياري المستطيل الضخم في السقف، والتي تخزن الوحدات في السقف عندما لا تكون قيد الاستخدام. تلتقط الكاميرا صوراً لوحدات التخزين، والتي يتم عرضها على التطبيق حتى يحدد المستخدم أي قطعة من الأثاث يريد تحريكها. وتوضح ذا سمايل: في حين أن العديد من استديوهات نيويورك ضيقة وخانقة، فإن هذه المساحة الرائعة مشرقة وجيدة التهوية بفضل الأسقف التي يبلغ ارتفاعها 9 أقدام والنوافذ الضخمة التي تسمح للضوء الطبيعي بإغراق المنزل.